بالنسبة للبيكن حقطعه عادي أجزاء زي ما أبغاه كذا صغير، ما يكون مرة كبير. كده في قدر كبير حضيف البيكن. أنا أحتاج الشحم حق البيكن. طيب البيكن هو اللحم المقدد اسمه. هضيف الآن زبدة. الآن هضيف البصل. البصل ما نحركه كثير وما نحرقه، يعني ننتبه عليه وما نحركه كثير، يعني قلبه كل شوية، كل يعني وقت للتاني لين ما حاله يتكرمل. عموما مشكلة الوصفة هذه انها تطول، وكل ما قعدت اكثر كل ما النتيجة كانت افضل. يعني مثلا لو سبناها سويناها ساعتين ثلاثة حتكون ولا اروع. طبعا في طرق تقدروا تكرملوا البصل مرة بسرعة، بس ما حتكون نفس الطريقة هذه، اضافة موية وكذا. يعني ما نحط الزبدة دي قد كده، بس انا ابغى اطبخ كده بطريقة مرة تكون طيبة. حملح الآن من البداية يعني. شوفوا أنا يعني ما أحب البيكن مرة، بس صراحة ريحته مرة تعجبني. يعني شوفوا أنا كل 4 دقائق تقريبا 3 دقائق بديها قلبة وهكذا. شوفوا يمكن عدى عليها الآن نص ساعة أو 25 minutes. أوكي كده عدى عليها الساعة. أوكي. الآن إيش حسوي؟ وطيت النار. الآن هحط خل عنب أحمر، أو تقدروا تحطوا بلسمك نص كوب تقريبا. نحرك. شوفوا الالتصاقات كلها بتخرج. حزود شوية. شوفوا لونه كيف صار، وشوفوا الكمية. شوفوا الكمية قد ايش صارت، قد كذا تقريبا. بس شوفوا اللون، لا احكيكم على ريحته. الحين كمل تقريبا ساعة. كان سويت بخاري يمكن ساعة. ضروري تشيكوا الملوحة، لانه اصلا البصل حالي، فظبطوها بطريقتكم، يعني حطوا الكمية اللي تشوفوها مناسبة. كده أنا خلصت. يعني طعمها لا حكيكم. هذه خلاص تحطوها في جار، تبقى عندكم أسبوع. يلا الحين نسوي شيء تاني. اللي اتذكر من كم يوم في الدانوب لقيت هذه الجبنة، هذه دائما اخذها من هولندا، او اللي هناك يجيب لي اياها دائما، يعرفوا اني انا احبها.
هذه بالترافل مرة طيبة. فأول ما أخذتها رحت عند الجبان وقلت له سوي لي إياها يعني قطعها، فقام سوى لي إياها بالجهاز هذا حقهم كذا. المهم فعندي هنا لحمة، هذه اللحمة عبارة عن شورت ريبس مع تشوك مع ظهر مخلوطة مع بعض اللي سويناها دوبنا. وآه صح سويت شيء أمس بوريكم إياه. بعض 80 لحم 20 شحم. وبس هنا عندي بريتزل بان وهذه ال هتبلها بس ملح وفلفل أسود. نفس الشيء على الوش الثاني، ملح فلفل أسود، هذه جديدة. الآن حضيف الكارملايزد أونيون اللي سويته. الآن الجبنة. صراحة أحلى فقرة أحب أقصه. شوف شوف حطيت البيكلز حقتي تحت مايو والكارملايزد اونيون وفوقها الجبنة وهذه الخبزة. بس بالله ايش رأيكم؟ يعني فوق ما هو مشوي كمان عملت له تدخين فأدى البرجر نكهة مدخنة بلس الجبنة اللي بالترافل مع الكارملايزد أونيون مع البيكن مع البيكلز حقتي، كلام تاني الصراحة. يعني سيمبل بس مليان نكهات.